السيسي وبوتين يترأسان اليوم أعمال القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي. الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي. الأمم المتحدة تعلن تشكيل فريق رفيع المستوى لمساعدة النازحين حول العالم. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يترأس اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أعمال القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الأولى للقمة تتضمن محاور الرؤية الأفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة القادمة. كان الرئيس السيسي قد أكد في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة والملكية الأفريقية. وشدد الرئيس على أن القارة الأفريقية حرصت على وضع موضوعات تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في طليعة أولويات العمل الأفريقي المشترك. أكدت الولايات المتحدة دعمها لحق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الشعب اللبناني غاضب من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين بضرورة اتخاذ إجراءات. دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو كي بيلي هاتشسون إلى إجراء تحقيق عاجل حول حدوث جرائم الحرب خلال العدوان التركي في شمال سوريا. وقالت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن ترحب باقتراح برلين لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، لافتة إلى أنه على الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين حاربوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت الأمم المتحدة تشكيل فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي، ومن المتوقع أن يبدأ عمله العام المقبل. وأوضحت أن الفريق سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.